طبعا الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين هي هيئة وطنية أنشئت بموجب المرسوم التشريعي 94/07 المؤرخ في 18 ماي سنة 1994 المعدل بالقانون رقم 0406 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 طبعا المتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. وينص هذا القانون على قواعد تنظيم ممارسة مهنة المهندس المعماري من أجل ترقية الهندسة المعمارية وحماية التراث الحضاري والمحيط المبني والمحافظة عليهم. وبموجب هذا المرسوم التشريعي لا يمكن لأي كان أن يمارس مهنة الهندسة المعمارية إلا إذا كان مسجلا في الجدول الوطني الذي تشرف عليه هذه الهيئة يعني بموجب هذا المشروع. كما أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي تضبط ممارسة مهنة المهندس المعماري بحيث هناك عدد من المهن تتنافى مع ممارسة هذه المهنة. طبعا أن لا يكون مثلا المهندس المعماري أن يكون شخصا طبيعيا، أن لا يكون شخصا معنويا أولا، ثانيا أن لا يمارس أن لا يكون موظفا أو أجيرا عند أي جهة أخرى سواء في الوظيفة العمومية أو عند الخواص، ما يكونش موظف في أي جهة من الجهات، أن لا يكون مقاولا مثلا صناعيا، وأن لا يكون مثلا مسجلا في السجل التجاري في النشاطات التي تتعارض مع المهنة، يعني النشاطات الداخلة مع المهنة مع مهنة البناء. كل النشاطات يعني بيع مواد البناء أو صناعة مواد البناء، مقاولة مثلا إنجاز، لا يمكن للمهندس المعماري أن يكون لديه مقاولة إنجاز، مؤسسة إنجاز، لا يمكن أنه يكون عنده صناعة خاصة بالبناء أو لمواد عندها علاقة بالبناء إلى غير ذلك. هناك حالات من التنافي مع ممارسة هذه المهنة. هو لابد أن يتحصل على شهادة مهندس معماري أولا، يكون حاصل على شهادة مهندس معماري اللي هي 5 سنوات تكوين، وهي شهادة يعني شهادة موجودة في كل الدول، ستان ديبلوم يونيفرسال لو ديبلوم دان أرشيتكت. أن ثم أنه يدير تربص لمدة 18 شهر عند مكتب دراسات عند مهندس آخر، يعني يكون الماتر دو ستاج يعني رئيس التربص تاعو. المهندس هذا توفر فيه مجموعة من الشروط أيضا، يكون عنده ممارسة أكثر من 5 سنوات، ويعين من طرف المجالس المحلية، مجلس محلي للهندسة للهيئة، هو الذي يعني الطلب يقدم إلى المجلس المحلي، والمجلس المحلي هو الذي يعين المشرف على هذا التربص. بانتهاء من التربص طبعا يقدم هذا المتربص تقرير نهاية التربص أمام اللجنة، ثم يقدم الحلف لو سيرمون، يعني الحلف في ممارسة هذه المهنة. طبعا وكل هذه الإجراءات يشرف عليها المجلس الوطني، يعني المجلس الوطني هو الذي يشرف على التربصات ويشرف على لي سيسيون هادو نتاع لو سيرمون، سو كان ابل لو سيرمون، اللي هما كاين يعني تندار سنويا ينظمها المجلس الوطني باش يعتمد مهندسين جدد. بعد الحلف يكون عملية التنصيب، يعني اللي يتطلب ملف يقدمه ايضا للمجلس المحلي، والمجلس المحلي بدوره يرفعه للمجلس الوطني، والمجلس الوطني يقوم بتسجيل هذا المهندس الجديد في الجدول الوطني، ويصبح بمجرد تسجيله في الجدول الوطني يصبح معتمد رسميا لممارسة هذه المهنة. طبعا الجائزة هذه جائزة مهمة للتحفيز، ثم مهمة للتحفيز على الإبداع، على الإنتاج المعماري، على الأفكار إلى غير ذلك، وهي ايضا تحفيز مهمه بحيث انها تعطي اعتبار، يعني تعطي الاعتبار للمهندس، لان المهندس يبذل جهد فكري في الانتاج، لان الانتاج المعماري ماهوش انتاج سهل، هو انتاج وفيه الكثير من التحديات، يعني باش يوصل المهندس انه يقيم مشروع يعني اجابه مجموعه من التحديات
لازم إجابها باش يقدر ينجز هذا المشروع، وبالتالي فيه مجهود فكري كبير يقدمه المهندس، والتتويج بجائزة من مصف الجوائز الكبيرة يعني في الدولة الجزائرية من عند رئيس الجمهورية هو اعتراف ضمني من قبل السلطات العليا لهذه المجهودات اللي يبذلها المهندس في مهنته. وطبعا هذا العام احنا كهيئة دائما مشاركين في لجنة تقييم العروض، يعني نشاركوا كطرف في لجنة تقييم العروض، وهذا العام بدأت العملية، ربما تكون في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. طبعا هنا الحديث على الإطار المبني والإشكالية البناءات الغير مكتملة، هذا مشكل كبير يعني، وهي ظاهرة يلاحظها أي واحد اللي كاين مشكل في هذا. وطبعا كانت هذا انشغال يعني راه موجود حتى في برنامج رئيس الجمهورية باش يقضي على هذه الظاهرة اللي تحولت إلى آفة، يعني تعقدت مع مرور الوقت، تتعقد وتحول إلى آفة أننا ما نحافظوش على الطابع المعماري نتاع بلادنا، لان حبينا ولا كرهنا الجزائر عندها موروث حضاري، موروث ثقافي. الجزائر منطقه تعاقبت عليها الكثير من الحضارات، والجزائر ايضا بلاد يعني غنيه بمناظر طبيعيه خلابه ومورفولوجيه هائله، يعني صحراوية وتلية وساحلية، ومع ذلك لا نجد أن العمران في الكثير من الأحيان لا يستجيب للتناغم مع هذه المظاهر، وهذا نحن نصنفوه في الهوية المعمارية. الهوية المعمارية احنا عملنا كهيئة مع الجهات المعنية وبما فيها وزارة السكن، ورفعنا هذا الانشغال للسلطات على أن يصدر ميثاق وطني للهوية المعمارية، ويصبح كمرجع أساسي في كل الإنشاءات اللي تتمنا مستقبلا. ما لازمش نبقاو ننتجوا الإنتاج المعماري يكون ما عندوش مرجع، لابد للإنتاج المعماري أن يكون لديه مرجع. ورفعنا هذا الانشغال وراه قيد الدراسة باش يكون هناك ميثاق للهوية المعمارية، هذا مهم جدا. ثم في قضية الإشكال حول البنايات الغير مكتملة، طبعا الدولة دارت مجهودات وكان هناك قوانين للقضاء على هذه الظاهرة، بدأت بصفر 8/15 لتسوية البنايات الغير مكتملة، صدر بعد سنة 2008، ومع ذلك إلى يومنا هذا ما عالج الظاهرة، يعني عالج بعض الملفات ولكنه ما عالج الظاهرة كظاهرة. الآن اجتهدت السلطات وصدرت قانون جديد في 2022 لتسوية هذه البنايات، ولكن بطريقة الغرامات، يعني طريقة الغرامات، يعني تسوي البنايات بطريقة الغرامات كأسلوب رضعي، يعني يلزم المواطن في الاستجابة لهذا القانون. ولكن تبقى دائما الإشكال قائم حول الطلبية الخاصة. احنا قلنا دائما المشكل هنا في تسويه المياه هو قضيه الطلبيه الخاصه، لا كوموند بريفي، ما يسمى بلا كوموند بريفي. لا كوموند بريفي ليومنا هذا غير مقننه، كاش قانون يضبط هذه العمليه، وبالتالي توقع فوضى. رانا عايشين نوع من الفوضى في هذه العمليه. قلنا لابد من تقنين الطلبيه الخاصه، وبتقنين الطلبيه الخاصه راه تكون فيها صفقات ما بين مكاتب الدراسات وما بين الخواص الذين يقبلون على الإنجاز، سواء سكنات أو مرافق عمومية إلى غير ذلك. أي إنجاز يقبل على الإنجاز لابد أنه يروح إلى صفقة ببنود محددة بطريقة نظامية وطريقة قانونية، يستطيع من خلالها كل الجهات الأخرى أنها تفرض رقابة على هذه العملية، يعني ما تبقاش عمليه فوضويه، يعني عاويه في لو مارشي باراليل، تولي في لو مارشي ليغال، يعني في السوق الرسميه، ما تكونش في السوق الموازيه، وبالتالي تخلق عليها رقابه. هذه الرقابه تؤدي الى القضاء نوعا ما على هذه الظاهره تاع البنايات الغير مكتمله. يعني الان هذا قانون تاع الطلبيه الخاصه احنا رانا من سنه 2018 رانا ماشيين فيه، وقدمنا مشروع متكامل، وقعت عليه بعض التحفظات من قبل وزارة المالية،
رفعنا هذه التحفظات، المفروض راه على مستوى أمانة الحكومة المفروض أنه يصدر قانون، لحد الآن مازال ما صدرش، ولكن لابد أن يصدر قانون في هذا الاتجاه. أكيد هذه مسؤولية الجميع، يعني مش مسؤولية المهندس في حد ذاته وحده، ولا مسؤولية الزبون هذا المقبل على العمل، وإنما هي مسؤولية مجتمع ودولة في قضية يعني. ولكن كي تكون هناك قوانين سرية المفعول والالتزام بالقوانين، أكيد نقضيو على الأنارشي، نقضيو على الفوضى. إحنا رانا نتمشاو يعني في الكثير من الحالات نتعاملوا بالمعتاد، ما نتعاملوش بالقانون، وكثير من الحالات المعتاد يتعارض مع القانون. يعني صار لها كما في اللغة في الخطأ المشاع، كثير من اللغويين يتعاملون يعني بالأخطاء المشاعة وأصبحت جزء من اللغة. نفس الشيء بالنسبة للقانون، القوانين كاين الكثير من المعتاد يتعاملوا به الجماعات المحلية والمؤسسات والمهندسين والمواطنين، ولكن هو معتاد ويتعارض في بعض الأحيان مع القوانين. إذن تطبيق القانون هو بداية الحل، تطبيق القانون هو بداية الحل. تسريع وتيرة القوانين، لأن القوانين المنظومة القانونية تتطور مع تطور الاحتياج. كاين احتياج الآن في السوق، خاصة في هذه البنايات الغير مكتملة، في العمران الخاص هذا كاين احتياج لترسانة من القوانين تنظم هذه العملية. بقدر ما نطور المنظومة القانونية بقدر ما أكيد أن النتائج غادي تتغير، يعني النتائج الإيجابية تكون لا محالة، لأن الالتزام بالقانون هو بداية الحل. هي المشكل الكبير في هذه القضية، واللي ربما الوزارة راها مقبلة على عملية مهمة وهي رخصة البناء الإلكترونية، هو أكبر مشكل عائق، لأن العائق هذا متعدد الأوجه ومتعدد الجوانب، ماهوش فقط قضية الرخصة في حد ذاتها، إنما قضية لونكادرومو التأطير الموجود على مستوى الجماعات المحلية. يعني كاين نقص في التأطير، نقص كبير، نقص من جهة وقلة تجربة وقلة الخبرة من جهة أخرى، يعني هذه مشكلة. ثم هناك كان شيء من التعقيد، يعني الرخصة تمر بعدة مصالح، ترد مرعدة ولابد الرأي تاع عدة مصالح. هذاك الشومينمون، هذاك الطريق اللي تديه الرخصة طول في الوقت، والقانون يقول باللي لازم الرخصة تتمد في أجال قانونية محددة. فتلقى معظم الجامعات المحلية عاجزة على أنها تلبي ما يطلبه القانون، وبالتالي تدخل في حالة أخرى لا قانونية، بحيث أن أصبح المواطنين يتقدموا برخصة ولكن يستناو 6 شهور وفي بعض الأحيان سنة كاملة، باش في حين أن القانون يقول شهر لازم إجابة. وبالتالي ولكن الشهر هذا ما يكفيش، الشومينمون اللي مديور على مستوى ما يكفيش. الآن اجتهدت وزارة السكن في أنها دارت نماذج في 4 ولايات، ولاية وهران، ولاية بومرداس، ولاية ورقلة، ولاية قسنطينة. قدمت 4 نماذج في قضية كنموذج أولي للتجريب، نموذج تجريبي للرخصة الإلكترونية. كنا درنا يوم دراسي في الأسبوع اللي فات، درنا يوم دراسي حول هذه على مستوى الوزارة، وكان نموذج مليح يعني مقدمته كنظري، ولكن الآن التطبيق نتاعه واش غادي يترتب عليه، هذا نشوفوه من خلال هذه النماذج الموجوده، بحيث ان الطالب الان طالب رخصه البناء يتقدم مباشره عن طريق الجهاز، ويقدر يتحصل على رخصه البناء من المكتب نتاعه، يعني من المكتب نتاعه يتحصل على رخصه البناء عن طريق الاجهزه. أكيد إلى مشات العملية كما هو مخطط لها، إلى مشات العملية كما مخطط لها وما كانتش كاينة هناك عراقيل، أكيد أن الأجل ستتقلص إلى حد زمني مهم جدا، وأكيد أن العراقيل اللي كانت كاينة البيروقراطية تمشي. ولكن نبقى ونقولوا باللي التأطير على مستوى الشباك الموحد هو السبب الأكبر الآن في أن العملية ما راهاش تمشي بالوتيرة المطلوبة وبالأجل القانونية المطلوبة. الجزائر لا تعيش في معزل عن بقية الدول، والجزائر جزء من المنظومة الدولية، يعني والجزائر ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي الجزائر لابد أن تكون هي أيضا سوق مفتوحة للغير، مثلما نطالب بأن تكون الأسواق غيرنا مفتوحة لنا، لابد الجزائر أن تكون سوق مفتوحة، ولكن السوق هذه تكون بضوابط
احنا يهمنا كثير ان الانتاج المعماري اللي يكون عندنا يكون انتاج في المستوى، وان الشيء اللي جينا من الخارج يكون اضافه، يعني يكون اضافه فعليه للنسيج المعماري تاعنا. وبالتالي اذا كانت في مسابقات فكريه كبيره تمكنت يعني تمكنت هذه المكاتب الدراسات الاجنبيه انها تقدم منتوج معماري يفوق المنتوج المحلي ويكون يصنع لنا اضافه هنا في بلادنا، احنا نرحبوا به، بالعكس نرحبوا به، ويكون بالنسبه لنا اضافه، ويكون رصيد اللي نقدروا نستافدوا منه سواء على مستوى المعمار او على مستوى المهنه، يعني المستوى المهنه. وبالتالي ولكن لابد من شروط وضوابط لهذه الشروط، يعني راها موجوده في القوانين، لابد تطبق وخلاص، يعني موجوده في القوانين. وهذه الشروط تحمي السياده وتحمي الامن القومي تاع بلادنا، وتحمي حتى المنتوج المحلي، يعني تحمي. والمكاتب المفروض المكاتب الدوليه هذه تخدم تحت اشراف مكاتب محليه، وتسجل برخص على مستوى على حسب المرخص مؤقته على حسب المشروع. احنا في هذا المجال نطالب بتطبيق القانون فقط. طبعا احنا في الهيئه رانا حديثي العهد، ورانا نرسموا في استراتيجيه للمستقبل ان شاء الله، وغادي تكون عندنا مساهمه كبيره في هذا المجال، لان احنا الان الفكره تغيرت، لان احنا عبر فترات سابقه كان دائما الانجاز يستجيب للطلب والاحتياج بالدرجه الاولى، يعني دائما كان يستجيب للاحتياج، الاحتياج الطارئ، يعني الاحتياج الشديد، يعني تقريبا كل الانجازات كانت في هذا الاتجاه، يعني السكنات اللي تبنات في الجزائر اغلبها كانت استجابه للطلب على السكن، يعني الناس ما عندهاش وين تسكن. اما الان فصاعدا، الان النمط المعيشي بدا يتغير، يعني عند بني البشر ككل ماهوش فقط في الجزائر، النمط المعيشي بدا يتغير. لا نوسيون تاع لابيتاسيون ماهيش فقط ماكل ومشرب ومرقد وحمام مثلا، هذا اللي قائم عليه الان البنايه مثلا، المسكن قائم على غرفه نوم وغرفه جلوس ومطبخ وحمام وفيروندا وين تغسل وتنشر، يعني قائم على هذه. ولكن الوظائف تبدلت الان، المسكن لابد مكان للرياضه المنزليه، لابد مكان للعباده وقراءه القران مثلا، لابد مكان للاطفال وين يلعبوا، لابد مساحه الى غير ذلك. يعني فيه الان لو مود دو في، يعني النمط المعيشي ولا عنده احتياج واحد اخر، يعني الانسان طور في اتجاه وين عنده ديزاكتيفيتي، نشاطات اخرى اللي لازم الانجاز يلبيها له، يعني لازم الانجاز الان يلبي له هذه الاحتياجات. وبالتالي الان ننظروا الان من حيث المدن مثلا، ما ننظروش الان، الناس راح تتكلم عن المدينه الذكيه، يعني المدينه الذكيه هذه اللي توفر كل الوسائل الحديثه اللي يقدر الانسان يتفاعل معها ويلبي الاحتياجات نتاعه من خلالها، يعني ما بقاتش فقط المسكن المأوى كمأوى، او ليزانفراستركتور الاخرين، يعني الهياكل القاعديه الاخرى اللي تمثل في المدرسه، في حضانه، في مقهى، في 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 متجر، في محل بيع المواد الغذائيه، لا، يعني هذه الان مشينا في اتجاه جديد، ولازم كي نفكروا في بناءات او في مدن جديده، لازم نفكروا كيفاه تكون هذه المدن تستجيب لنمط معيشي جديد طور له الانسان بالتطور التكنولوجي راه موجود، بالوسائل العصريه اللي راه موجوده الى غير ذلك. لازم نفكروا في هذا الاتجاه. اللي ما يخليكش تروح لهذا الاخر هو الاحتياج الدائم المتواصل، فتمشي بالطرق السهله والسريعه لسد الحاجه، فبالتالي تبقى دائما في نمط معين، هذاك النمط المعين. ولكن في دول متطوره، مجتمعات متطوره، بداوا يخموا كيف يكون هذا النمط يستجيب للمتطلبات الحديثة للإنسان. وبالتالي تقييم المدن هذه اللي صرات ما لازمش نقيموها فقط من جانب قالوا دي انكو، يعني رصد مبالغ مالية وشحال قدرنا نحقوا من مسكن ولا وحدة سكنية، بقدر ما هل ما رصدناه من أموال وهل ما جندناه من إمكانات قدر يحقق متطلبات العيش اللي راها كاينة الآن، وقدر يقضي يعني يحقق هذه الرهانات حول عيش من هذا النوع، يعني
يعني مود دو في في هذا في هذا في هذا لوسونس.